ممكن تبقي سنجل مام؟ طبعا ممكن تبقي الأب والأم في وقت واحد بمزاجك أو بمزاجك وغصب عنك. يعني لو اتطلقتي هتبقي سنجل مام، ولو بعد الشر يعني بقيتي أرملة كمان هتبقي سنجل مام. وممكن انتي تختاري بنفسك انك تبقي سنجل مام من قبل ما تتجوزي. هو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. شفنا كلنا فيلم بشتري راجل، فكرت ان هي تشتري راجل لوقت معين علشان بس تبقى أم، بعد كده كل واحد يروح لحاله، يعني نيتم العيال من البداية. طيب ليه؟ علشان احنا نفسنا نبقى أمهات. أكيد مشاعر الأمومة دي ما تعرفهاش غير الست اللي بتسمعني، أما الراجل اللي بيتفرج عليا هيقولي نعم انتي بتهزري، يعني إيه واحدة تتجوز واحد بس بغرض ان هي تخلف، وبعد ما تخلف كل واحد بقى يروح لحاله، يعني نتطلق بمزاجنا او غصب عننا؟ لا، بمزاجنا، علشان احنا بنبقى متفقين ان حضرتك هتاخد مبلغ وهتحل عني انا والعيال، يعني مش هخاف ان حد يظبط المنبه ويصحى يموتني او واحد يغمني انا والعيال طول ما هو عايش معانا. احنا متفقين من الاول. بره الموضوع مختلف شويه، يعني السنجل مام بره مختلفين شويه، ان هي مش لازم تتفق مع حد ان هو يبقى جوزها، ممكن تروحي تلاقي متبرع. المتبرع ده بيبقى في بنوك، بتروحي تعملي عملية التلقيح وبتخلفي وبتبقي أم وانتي سنجل من غير ما حد يوجع دماغك. أما هنا في مجتمعاتنا العربية طبعا لازم نحور المواضيع شوية. نحورها ازاي؟ نحورها كده زي فيلم بنشتري راجل أو بشتري راجل بالظبط. لو احنا في مجتمعنا فعلا في سنجل مام، كنتوا هتعملوا فينا ايه؟